هل يهدد التغير المناخي المباني السكنية الساحلية فعلا بالانهيار؟ بالأرقام، يظهر استبيان يعود لعام 2013 وجود نحو 16250 مبنى يعود تاريخ بنائه إلى أكثر من 40 عاما على كافة الأراضي اللبنانية. لكن في غياب إحصاءات دقيقة حول سلامة البناء في لبنان، يطرح اليوم خطر التساقط الكبير للأمطار في وقت واحد وما يمكن أن يعكسه على البنى التحتية للمباني خاصة في المدن الساحلية. فماذا يقول الخبراء تجاه هذا الموضوع؟ الخطورة الأكبر اللي عم تصير، وفي دراسة عملت بأمريكا بهذا الموضوع، هي تدفق كمية الماء الكبيرة بوقت زمني قصير. هيدا بتعمل حركة هيدرولوجية بالماء، وبتعمل بهيدي الآبار بهيدي المناطق اللي هي محيطة بمنطقة الووتر تيبل، تعمل انكماشات وتقلصات بالتربة ولكن بأحجام بسيطة. بس هيدي ترددها مع الوقت وتأثيرها كبير على الأرضية يلي فوق منها المدن، وبطبيعة الحال على الأساسات اللي مبنية على هيدي الأرضية. هلأ هيدا بيأثر مع الوقت إنه يصير في تشققات، يصير في بعض التخلخلات بالركيزة الموجودة على الأبنية، يلي مع الوقت ممكن المباني الأقل إذا صح التعبير مقاومة، يلي هي الوضع الإنشائي الصعب، تكون تتأثر بالمرحلة الأولى من هذه التغيرات أو تأثيرها على الأرض أو الطبقة المبنية عليها المبنى. وبطبيعة الحال بيأثر سلباً إن كان من خلال تشققات أو من خلال لا سمح الله انهيارات أو تداعيات. وما هي الإجراءات الاحترازية المطلوبة؟ هذا الشيء فينا نحن نراقبه، فينا نزرع بالمناطق المختلفة بالمدن مكانات بتعطي انديكيتر لأي تغير عم يصير. هذا واحد، هذا لنعرف الواقع الحال. ولكن مع الوقت إذا رح يستمر هذا التغير المناخي استمر بهالوتيرة، يجب العمل نحن على سياسات مائية مبنية على زيادة السدود، مبنية على توسعة الأنهر، مبنية على دراسة قنوات المياه، وبنفس الوقت احنا بنستفيد منها كمان. يعني هي بتولدنا كهرباء، بتأمننا الماء، بتساعد المنتوج الزراعي، وأهم شيء نحن اللي عم نحكي عليه حاليا تعمل على تخفيف الارتدادات على موضوع السلام العامي والحركة الهيدرولوجية للمياه تحت الأرض. التغير المناخي مصيبة جديدة قد تعرض تداعياتها حياة اللبنانيين للخطر، خاصة إذا لم يتدارك المعنيون الموضوع، هاربين من مواجهة الحقيقة إلى اعتبار الأمر مجرد مبالغة.